حديث البلد. بير علاوي، أنت كاهن لبناني معروف بنشاطك الإنساني من خلال جمعية سعادة السما اللي بتضم مطاعم المحبة بالإضافة لبيوت السعادة اللي بتقوي وبتأهل كثير من المهمشين بالمجتمع مثل الأطفال المشردين، النساء المعنفات، الفتيات الحوامل، المدمنين، الأحداث والسجناء وكتير غيرون. وانت معنا الليلة لنحكي عن سعادة السما، ومن بعد ما تعرضت لحادثة وتهديد من أب أولاد بتقويهم بجمعيتك. بداية بير علاوي، كيف بتأمن التمويل لهالمؤسسات اللي بتهتم بعشرات المحتاجين؟ من بي السماوي. نعم. أمين. يعني بمساعدة الرب أكيد. مين عم بيسخر لك الرب لحتى يساعدك؟ إيدين الله هن الناس. صح، هو إيديهم. أنا الجمعية الوحيدة يمكن بالعالم ما نحط لا ميزانية ولا نحط بروجي. أنا بعمل رياضة سانتا بعيد الميلاد، بياخذ معي ورقتين أكاتر، بكتب عليها ميزانية 2017 مثلا، بتلقى بيض شكرا بي، مشاريع 2017 بتلقى بيض بقول لها شكرا بي، بوثق ببي كثير، هو اللي عم بيعمل كل شيء. يعني بتسلم أمرك لله. يعني هيدا إيمان مطلق يعني اليوم، وإيجابية مطلقة، يعني في بوزيتيفنس إنه الله ما رح يقطعنا أبداً. أثرته لميشيل حبيب قلبي، هو بيعرف قد إيه بحبه. يعني حكيك مؤثر أبونا. بدي أقول إنه هالتمويل، بس نحن حتى نفسر للعالم كيف بتم، عم بيكون من خلال تبرعات جاية من الخارج وإجمالاً من أستراليا، وإنك بتخلي هالمتبرعين هن يتواصلوا دغري مع أصحاب المنتج اللي أنتوا بحاجة لإله. مثلاً رح أعطي مثل زيتون، لنقول بدكم زيتون، بيحكوا مع المزارعين بياخدوا هالمنتج وبيزودوكم لإلكم فيه، وهيك بتكون عم بتساعد بتشجيع الإنتاج الوطني. مزبوط، هي الفكرة بلشت إنه بتحب لبنان، كلهم بيقولوا بحب لبنان كتير، طب بدعمه خيك بعده بلبنان لأنه بيأمن بلبنان ولأنه بده يفل بلبنان، بس الظروف الاقتصادية ابنه إذا مريض مضطر إنه يسافر يعمل أي شيء كرمال ابنه، أو إذا ابنه بده يتعلم مضطر إنه يسافر يمكن لبلاد برا، فأحسن ما يسافر لبلاد برا، وأحسن ما يقف على باب حدا يطلب شيء، عنده خيك أرض، اشتري المنتوج من خيك وخيك بجيب لنا إياه، هيك بنكون ساهم بطريقة أندريكت، لا أعطيتني مصاري لإلي وأنت ساعدت خيك، ساعدتني وساعدت خيك، هيك بنكون قلنا لكل العالم المغتربين خلينا نبقى بلبنان، ساعدونا تنبقى بلبنان. ما اصلا لحتى يضل في لبنان، لحتى يضل في لبنان لازم يبقى في ناس بلبنان، يعني اذا هن عندهم وطن في نهار بحبوا يرجعوا عليه لازم يحافظوا على الناس بهالوطن ومشكورين. يعني انا بقول بس للزعماء يخصصوا نهار بالشهر للناس. صح صح، مش لجيبتهم ومش لإلهم، للزعماء الكبار الاخطبوط بدي يسمون، حتى الصغار يخصصوا يوم بالشهر كثير، يمكن يوم بالشهر، ما بعرف اذا تقل عليهم، يوم بالشهر للناس ميشيل، مش لجماعتهم. هيدي سعادة معالي الوزير، ما ممكن تحس في فرق فيها الا اذا عملت مثل ابونا وقدمت سعادة العطاء. سعادة العطاء بدهم، هيدا غير بدهم يموتوا ويعيشوا ألف مرة ليصيروا مثل بير مجدي. صح صح، لا لا منى اسمحي لي، بدي ضم صوتي للاب مجد العلاوي وانا بهنيه والرب يباركه. كنت عم بحكي انا وياه بالكواليس، انا ضمن جماعه العنصره الجديده بيترأسها توني فرنجيه، كنا عم نحكي انه كان عنده محل بده يفتحه مطعم فوق وما عاد مش الحال بصغرتها. انا شو بقدر حط كفي بكفك، انا موجوده. عم بيسمعونا هلا مع العلم انه بيك السماوي، بي السماوي كمين باسمة على الأرض، رح تحطي كفك بكف الأبونا، وبحديث البلد رح ترتلي له ترتيب. أكيد خلينا نسمع. أكيد. يسوع أنت إلهي، حبك الشافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبداً يسوع، أنت من أريد. أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي، ها هي حياتي.
وضعت في يديك افعل بها ما تريد. أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي، ها هي حياتي في يديك افعل بها ما تريد. الآن يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا، يسوع أنت من أريد. نعم. أفيديس كدانيان في تويت هون اليوم شوي عمال ينتقدك إنه كيف اليوم أنت وزير بالدولة اللبنانية وبتفضل أرضك الأم أرمينيا؟ أنا لأنه ابن أصل. أنا هيدا قلته، أنا هيدا قلته. إنسان صريح وواضح وما بحب الغش. نعم. أنا لبناني للعظم وأنا أرمني بالمنشأ وبالجذور. نعم. واللي بينكر أصله بيكون لا أصل له. يا عيني عرب. أنا بعرف شو عم بقول، ما عندي أي خجل. لا إلك ولا البير علاوي هالغنية. أنت مين؟ أنا ما بسأل، لكن حسنك اللي مين، ولا بعرف أي لون وأي دين، بعرف إنك خيي خيي بالإنسانيين. أنت مين؟ أنا ما بسأل. أبونا اليوم بيوت السعادة بتستضيف عدد كبير من الحالات الاجتماعية الصعبة اللي عددناها بالأول، اللي بتأهلها وبتأهلها لهالحالات للعلاج وللانخراط بالمجتمع من جديد. لكن من فترة صار معك إشكال مع أب لست أولاد، يعني أحالهم القضاء إلى جمعيتك حتى ترعاهم وتقويهم بعد ما سجنت والدتهم. هالأب لفترة سنة ضل يتوجه لك بالتهديدات المسجلة، إلى أنه التقيت فيه بمظاهرة الحراك المدني الأحد مش الماضي اللي قبله، وتعرض لك وجرب أنه حتى يحمس الباقيين عليك، وتهمته لإلك أنك عم بتبعد أولاده عن الديانة الإسلامية وتجذبهم نحو الديانة المسيحية. شو ردك على هالشي؟ أول شيء أنا ما فيني أقول ليسوع بحبك ولا أحترم الآخر، كون كذاب. ما فيني أقدس وصلي مسبحتي وإنجيلي إذا أنا ما بحترم الآخر. صح. مين؟ كون كذاب، كون عندي انفصام بالشخصية. أنا معمر جامع للمسلمين المدمنين، تقول له أنا كنت أخذه بسيارتي نهار جمعة على الجامع تيصلوا صلاة الظهر، ما بقبل أقول له للمسلم بدك تصير مسيحي حتى تساعدك، ولا ممكن. صح. ولا يسوع بيقبل. صح. فأنا أحترم الأديان، وهو الأطفال بالذات مع ولدتهم أنا طلعتها من السجن، أنا جبت لهم القرآن وأنا جبت لهم السجادة وأنا قلت لهم بدكم تصلوا. هن حبهم لهالشيء، أول شيء كانوا رافضيني، كان عندهم هيك رفض لإلي، بس حبهم هذا الشيء شافوه، هذا الحب والاحترام لإلهم خليهم إنه يفكروا إنه هالقد يسوع بحب، وإجوا يعبرون عن حبهم. قالوا لأبونا نحن بدنا نشلح الحجاب، وأنا قلت لهم أنا بحترمكم مثل ما نكون، أنا بحبكم مثل ما نكون، ليز ما تشلحوا الحجاب. أنا بس شلحوا البنات، شلحوا الحجاب وحملك الأب هالمسؤولية، شو بترد عليه اليوم من حديث البلد؟ بقول له أنا طائفتي وديني الإنسان وكرامة الإنسان. نعم. وبحبكم مثل ما نكون. وما كان عندك أي دور بأنه هالصبايا يشلحوا حجاب؟ أنا حاولت جميع طرق ما قبله، وأنا بعد اليوم قلت له أنا مستعد روح عند بنتك مطرح منا موجودة اليوم، موجودة بمركز المبرات بسوق. تركوا هن من عندك. نعم. القضاء حولوا على غير مطرح. وأنه إذا أنا سببت لها أي شيء أنه روح أعتذر منه، وأنا رجعت على الهواء اعتذرت منه بعدة مرات وأي شيء. أنا ما فيني أقدس منى إذا أنا زعلان حدا مني. أكيد. أنا ولا مرة في عدة مرات يعني كنت صلي، يعني إذا بدي أقدس شوفوني ناس عم ببكي بالقداس بقول ليش عم ببكي؟ أنا بكون شخص أنا زعلان منه بعد ما صلحته. نعم. كون كذاب إذا أنا أقدس مني مش رح تجي تتعدى على خصوصية الآخر. أبداً. يعني أبداً. هالولاد يعني يا ترى هن عندك حضروا دروس دين خاصة بالكاتيشيز خاصة بالكنيسة؟ أكيد نحن في عنا صلوات بيصلوا معنا بشاركوا معنا بكل الصلوات. نعم.
بس بذات الوقت عندهم صلواتهم الخاصة كمان، يعني مسموح أكيد. الاثنين شو حلو أكيد. يعني حلو عم بتصلي بدينها وعم بتصلي بدين المسيح، وانا شو حلو انه جامع الدينين، يعني شو اللي زعجوا؟ وانا انتقدت انه انا كيف صليت معهم بذات الوقت، وانا انتقدت بذات الوقت لانه كيف من عملت من اطراف المسيحية، يعني كيف عملت يمكن. كيف عملت المصلى، وانا انتقدت كيف باخذهم بالسيارة على، انا بدي بي شو بده مني صح. انا ما بدي شو بده العالم صح. العالم رح ضلها تنتقد، يسوع ما قبلوا في العالم وصلبوا. وجان بول دو كمان انتقد لانه قبل القران يعني كل العظماء بالعالم والمنفتحين هن منفتحين على دين الاخر. قديس البابا فرانسيس شو عم يعني دا. يعني هالعمل اللي عم بيعمله جبار، بيقول اكثر بابا ثورجي من اجل الحب اليوم صح، لا بيسال عن لون ولا عن دين صح. بير مجدي، يعني تصديقا على كلامك كمان بمكان ما، انت ولدت من الطائفه الشيعيه الكريمه، ولكن بعمر ال 14 سنه اعتنقت المسيحيه وانتقلت لايطاليا حيث اكملت دروسك بمنحه حصلت عليها، وانت اليوم متزوج اكيد قبل ما تتطوب قبل ما تكون هيدا، وعندك اربع اولاد. اليوم بعدك على صله بمحيطك واهلك؟ اكيد بعدك. من وين يعني؟ بس من وين بده يعرف؟ أنا السني، من الطائفة السنية. سنية، لكن معلوماتنا غلط. حس شعر. بس في له مسرحية، في مسرحية. أنا ما بتدخل بإشي عائلية روحية. بيقربوا لزياد، بيقربوا لزياد، بيقربوا لزياد. أنا بدي أقول لك نعم. بس بسألك من وين الأصل؟ من الأصل أنا من جرود جبين من اللقلوق. نعم. اللقلوق، اللقلوق. في سنة هوني؟ أكيد. والله وصلنا هوني. أنا كمان بس كانوا شيعة. أوكي. أنت كلها كانت شيعة هون. أنا بالنسبة لي كلهم وراكم عملتوهم. عفوا. إذا ما عملت رسالة مع عائلتي ما كان عملت شيء. بدي يكون مع عائلتي. أنا بحب الكل، ما بعرف ما أحب. نعم. ما بعرف ما أحب أبداً. صح. وهذا الدواء الوحيد اليوم، أهم دواء هو إنك تعرفي تحبي. صح. وهذا اللي بيكسر كل الحواجز وبيذلل كل الصعاب. منى اسمحي لي بس اقول شغله بوجود نعم. بير مجدي، بس معلش انا طالما عم يحكي عن المحبه، والله محبه ونحن اقوياء بالمسيح دائما، فبدي يسامحوني يلي حكينا عنهم بالسؤالات اللي حكيتيني. الله محبه، وعن جد بنزعل كثير لما بنكون مزعلين حدا. انا بعتذر من اليسا، من مريم كلينك، من الجميع اكيد. اصلا ما جربنا، نحن ابناء الرب ما لازم نزعل بعضنا، ما لازم نزعل مريم. ومين انا وانا مين لدين غيري او اعطي رايي بغيري؟ كلنا مثل بعضنا، كلنا ابناء الرب. الشر حلو ان شاء الله. ان شاء الله انا ما بحب الشر، انا بنت الرب. بير مجدي، بدي اقول لك شغله، بس اذا مريم نفذت قلتي لي بكون طولي هلا. لا انا يسامحوني اليسا، نحن كنا من باب المزح بعيد الشر. اكيد فالله محبه اكيد. بير مجدي، بالاضافه الى الثمان مطاعم الموزعه على عده مناطق، بالاسابيع المقبله رح يتم افتتاح فروع جديده من مطاعم المحبه. كمان حلمك اليوم تأسس شركة كيترينج، تأمن تكون ضخمة وتأمن الأكل لهالمطاعم، وهيك بتأمن شغل لسيدات البيوت اللي اليوم قاعدين وما عندهم شغل، وبتأمن أكل للمحتاجين. بدي أقول إنه مئات المحتاجين يعني بيختاتوا عندك اليوم، في مطعم واحد بيأمن 400 وجبة بالنهار أو أكثر. ببرش حمود 450 وجبة. شيء بعين الرمان شفته أنا ببوسطة، مش هيك؟ بوسطة عين الرمان. بوسطة عين الرمان. وإن شاء الله قريباً بصغرتها. ببرج حمود، بس حتى نعرف لانه بدي اخذ الاولاد وروحوا هيك برج حمود. ورا في اكل ارمني، انا بحب الاكل الارمني. في اكل ابونا تياريت كلهم مثل ما عليت، لقيت فيه بالسوبر ماركت لحاله، يعني طلعت بعدين عم بيعرفوني عنه انه ما علي. هاي كيف بدنا نعمل هيك بدنا يعني بيهم علي بالسوبر ماركت. اعطاك شيء ابونا بيكفي انه شوفوا هيك. تحيه كبيره له. كثر خيرك، كثر خيرك ابونا حقيقه. بير مجدي، رح نعمل لك انترفيو أسئلة سريعة، جاهز؟ وهلأ بير مجدي وانترفيو فيه. بس بير مجدي، قبل ما نكفي أنا بدي أقول إنه كتير لفتني وكتير حبيت الصليب الكبير بتواضعه اللي أنت حاطه، واللي واضح إنك أنت عامله من خشب. هيدا المسيح المظبوط اللي ما بحب البهرجة والمتواضع. صح صح.
بير مجدي بكلمة، في أشباح؟ أشباح؟ بالدولة يمكن في أشباح. لأنه بتعرف شو عم بيصير، لأنه عم بتطير أشياء وما حدا عم بيعرف وين، فأكيد الأشباح هي اللي بتمد إيد عليهم. مش يلا ما يقربوا عم نفوت هلا. في شيطان؟ أكيد أكيد. في شيطان. في حريات؟ حريات؟ أكيد لا. ما في حريات بالبحر مش بالسماء. لا هي بالإسلام في حريات. في حريات بالجنة. إيه. بس نحن عم نسأله على الأرض، نحن عم نسأله على الأرض. بس لا، الحريات بالإسلام مش بالمعنى إنه هن سمكة نص سمكة. إنه بيوعى منى عم بفهم شو عم تسأل عن الحريات اللي هن بالشكل الفيزيولوجي. بالإسلام في حريات. حريات. إيه بس الحريات هون بمعنى الوصف مش بمعنى إنه تكون نص سمكة. لا ما قصدني بس مش بمعنى إنه نص سمكة. في حريات. بقول لك شو عم بفجروا حالهم؟ مش شو مش جديد؟ لكن بالمعنى الفيزيولوجي اكيد ما في حريات. بدهم الاولاد يبطلوا يحضروا هيدا شو اسمه تبع ديزني ليتل ميرميدز. ليتل ميرميدز والله بتحضرهم كمان. في اريال. اريال اسمه. في تحضير. اي اكيد. في تحضير ارواح اكيد. في بتآمن في ناس بتعمل الشيء تقدر تتأذي وبتقدر تستجلب. يعني في قدره انه تستجلب. في ناس لانه بيخملوا انه هن قادرين يساعدوهم، وفي ناس هدف تاذي بتروح على هالمطارح. بس بالكنيسه لا، ما في تحضير لهالاشياء. نعم لا، بس انه هن بيحاولوا يحضروا الالواح. بس يا ترى بيقدروا يستحضروها؟ لا لا يعني ريتشوال هو. لا بس انه مجرد بالكنيسه منى في تقسيم. تقسيم. تقسيم يعني بيشيلوا الشيطان، بيشيلوا الارواح الشرير. في حب ابدي. حب ابدي غير حب الرب. اكيد اكيد في حب ابدي يعني بين الاشخاص. اكيد في كهرباء 24 على 24. بدنا نسال معالي. لا هو وزير السياحه. انا السياحه بدون كهرباء ما بتزبط. معالي الوزير سياحه بدون كهرباء ما بيزبط. بس انا رايحين. انا سياحه رايحين ل 24 يعني واصلين لمرحله 24. ايه معالي الوزير اتركوني انا سياحه. الله يرضى عليك ما حدا. ابونا مجدي هلا السؤال هيدا عن جد صعب وبتمنى انه ما نكون عم نحرجك فيه. في امل بميشيل؟ في امل في حزب الله. ميشيل اكثر رح تعلم على الاسلام. بيشتغل مع جمعيات الخيريه وانا تعرفت عليه ببيتنا. ايه جمعيه بيتنا. فكرمال هيك يعني الشخص اللي بيعرف يضحك العالم اكثر انسان قدر يكون صادق. الحمد لله. شابو با ميشيل. الحمد لله. أستاذ يحيى، بير مجدي، باسمة، أنجو و أفيديس غادانيان. ليلى ما بعرف إذا أنتم انتبهتوا إنه في عنا ضيف، ضيفة أكشلي من نوع كتير خاص معنا بالبلاتو. بدنا نطلب من الكاميرات إنه تتوجه عليها. دايزي وراكي باسمة. محمد عندك ميكرو؟ ما عندك ميكرو؟ بدنا نطلب ميكرو لمحمد حتى نقدر نحكي معه. بس قبل بهالوقت خلينا نقرب دايزي حتى يتعرفوا عليها. اسمها دايزي؟ هاي دايزي. بتفيدك بالكثير. هاي دايزي. هاي دايزي. هاي دايزي. هيدي بوبي باندا. دايزي. خلينا نمرقها على ال. انا تصورت معها تحت الهواء. تصورت معها. حبيبتي. حبيبتي. نعشان. بونوي يا قلبي بونوي. غنيلي مال فرانسيس كان صديق الحيوانات وشفيعه كان له يا خيي الحمار يعطيك العافيه وانا بقول له يعطيك العافيه يعني تعبان معنا باستديو. نعم. يا دايزي ايش هالميكرو بليز انعزفه. الله معك يا هاي دايزي. تقبل دايزي تروح شوي عند ميشيل؟ تقبل تروح دايزي شوي عند ميشيل ولا بتستغرب لحتى انت تحمل الميكرو؟ لا تقبل ميشيل. خليه هون خليه هون. حد دايزي خليه بنت. عم اقول لك دايزي مكتمله ال سكران. لا عقلي كثير يمكن اجى وقت نومه. محمد دايزي هي تشاو تشاو.
باندا، واليوم عامله ضجه كبيره، بعتقد والدتك يعني كمان عم بتقضي من هالضجه، لانه مش بس انت واصحابك بتهتموا فيها، كمان بيندق الباب عده مرات بالبيت وبيجوا ناس غريبين بس حتى يدخلوا ويتصوروا معها. اول شيء شو هو التشاو تشاو؟ وعم تعمل بيبي هون. هو التشاو تشاو اساسا اتس ا بريد بيجي من تشاينا، وهي هي نوع كلاب. هي نوع كلاب مضبوط، هي نوع كلاب. نعم. اتس بريد اصلا من تشاينا. من الصين. نعم. من الصين. وانا دايزي جبتها من بلغاريا. نعم. وفي بروفيشنالز هونيك هن صابغينها تتصير شكلها مثل التشاو تشاو باندا. مثل الباندا، هيدي مصبوغة. لبناني يعني. لا لا مدهونة عاملينها باندا يعني. بس ضربينها ضربة لكر مضبوط. دورة. ضربة بولش فوقها مشان. بدي ابو حمودة ايه لا والله سؤال حداد. بدي اقول انه اصلا شكلها هي بيساعد يعني شكلها جسمها بيشبه جسم الباندا. هيدي اللذه بالتشاو تشاو كرمال هيك هن البيض الوحيدين يلي بيسوون شكلهم مثل الباندا. هلا بالنسبه لجمعيات الرفق بالحيوان اللي اوقات بتعترض على صبغ الحيوانات، شو بتقول لهم بالنسبه ل للصبغه اللي بتستعملها دايزي؟ هن انتقدوني كثير صراحه. نعم. بس هن ما بيعرفوا انه هيدي الصبغه هي اورجانيك، يعني معموله من مواد ابدا ما بتاذي الحيوان. نعم. وهيدي الماده الدليل على انه هيدي الماده بعد ست اشهر بتحل. اها. وانا بس عم نقول انه لكن لجمعيه الرفق بالحيوان الصبغه اللي بتستعملها دايزي مثل ما عم بيقول محمد هي اورجانيك، هيدي دعايه رح تنشال من على المونتاج. لا رح تنشال اقراصي المونتاج، رح تنشال من مخصصاتك. شو اسم الصبغه بس؟ هي طبيعيه وما بتاذي. انا طبيعي. بعد ست اشهر بتحل. ريحيا الباندا. وانا خلص ساعتها اذا بخليها على لونها الطبيعي ولا برجع بعملها رتوش وبتصير اوكي. وللي بيقولوا انه التشاو تشاو مش دائما فريندلي والباندا فريندلي، معقول تكون انت عم تخدع العالم والناس تقرب لها وتفكرها؟ نحن شايفين على دايزي كثير فريندلي اليوم. صابغين لسانها ولا لسانها اسود؟ لا لسانها خلقة كمان خلقة. هن نوعهم هن التشاو تشاو لسانهم اسود. لسانهم اسود بيور ولا لا؟ لسانهم اسود ويعني بيور. بس هن عادة كلهم هيك رايقين. هن التشاو تشاو باندا التشاو تشاو ان جنرال عندهم اثنين كاركترز، يا بيكونوا رايقين يا بيكونوا شرسين. نعم. وصراحة بعد ما شفت شيء شرس بديزي، وهي أكثر كلب بتحب تلعب وتتصور وتلعب مع الأولاد أكثر شيء. لا صارت اليوم ما في صبي دايزي ثاني يعني ما غير كله بنات. بعدين 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 صحيح إنه سعرها كثير غالي؟ مزبوط. مزبوط إنه 5000 دولار. قد سعرها؟ أنا جبتها ب 3000. 3000 دولار. قد بتبيعها؟ قد بتبيعها؟ قد بتبيعها؟ هلا ما بتبيعها هي لألي. بأرضها بأرضها. بدك تشتري؟ هلا أسعار الكليب بس أسعار الكليب بالأرض هلا. شكرا شكرا محمد. شكرا دايزي ثانك يو لأنه كنت كثير رايقة. معالي أكديني معالي الوزير نحن بدنا نتكلم. بلا كلبني هلا كلبني اجا دوري لك يا ميشيل خليني احكي كلمتين قبل ما اروح. معاليك شو رايك بهالكلبه؟ تعال تصورت كثير حلوه.